بالنسبه للمشاريع واش كاين فيها لمسه او مستحضرين هذا الجانب التشكيلي والفني والجمالي؟ نعم هذه البنايات وهذه المشاريع مستحضرينها بشكل قوي. عندنا مثلا انا باش نسرد لك يعني الحوايج اللي هذه المشاريع اللي كتهتم بالجانب التشكيلي. اولا هو مدرسه ديال الفنون الجميله، هذا مكسب وحلم ديال جميع الفنانين التشكيليين اللي مروا من الرواد ديالنا من اكادير الى اليوم، لا شباب لا هذا، كلهم كيطمحوا يكونوا. علاش مدرسه ديال الفنون الجميله؟ لان التكوين الاكاديمي اساسي بالنهضه ديال التشكيل في المنطقه. الا ما كانش تكوين اكاديمي راه ما يمكنش. حنا التكوينات ديالنا اللي درنا كنا كنتكونوا في مراكش، كاين اللي كيمشي ليكول دي بوزار ديال كازا، وكان ليكول دي بوزار ديال تطوان، ولا خارج المغرب. ولا خارج المغرب. اما هنا في اكادير ما يمكنش، ما عندكش. اذا عندنا دابا ممكن تحدثوا على مدرسه ديال الفنون الجميله، ممكن تحدثوا على كليه ديال الفنون، اول مره حتى هي تحدث، وكاين المرسوم ديالها ومبنيه وكل شيء، ولكن كاين عندنا مشكل هو ديال المشروع البيداغوجي اللي غادي، وكذلك الناس المؤطرين الاساتذه ديال التعليم العالي اللي غادي عندنا خصاص في هذه العمليه. دابا الان عندنا كليه ديال الفنون في القطب الجامعي ديال يتملل، ولكن ما خدامش، البنايات كاينين وهذا، ولكن ما خدامش في غياب الاطر اللي غادي البيداغوجي اللي غادي اثر الطلبه وهذا. وغادي نعيشوا نفس المشكل مع كليه لي بوزار، المدرسه ديال الفنون الجميله، الا ما لقينا شي حاجه نقدروا نديروا تعاقد. ضروري يكون تعاقد من خارج جهه المنطقه باش على الاقل ناثروا في افق ان يتكونوا اساتذه مختصين في التعليم العالي في الفنون الجميله. وإن كانت التجربه هذه ككل الاخيره خرجت لنا بطبيعه الحال الاطر. هي كاينين دابا، كاينين الاطر دابا، خسر تفتح لهم المجال. التكوين المستمر البيداغوجي ممكن يعطوا اكثر. يعطوا اكثر، نعم صحيح. كاين اساتذه ديال الفنون التشكيليه وهذا. كنتكلموا على هذه المشاريع يعني مستحضرين في هذا الجانب. دابا كاين هذا الجانب الاكاديمي. عاد مثلا الجانب الاكاديمي كاين مدرسه ديال الفنون الجميله، كاين كليه ديال الفنون. وكاين التعليم الثانوي والاعدادي اللي فيه التعليم. كاين مدرسه ديال التفتح الفني اللي كاينه في طالبورش، هي داخله في البرنامج ديالنا. هذيك بحال واحد المشتل كيعطينا فنانين ديال المستقبل. وكاينه دار الفنون، دار الفنون اللي بجوار ديال الحديقه ديال بن زيدون. هنايا هاد دار الفنون فيها الموسيقى، فيها التشكيل، فيها المسرح، حتى هي واحد المشتل لتكوين الطلبه وتكوين الفنانين ديال المستقبل ديالنا. كاينين قاعات ديال العرض، كاين المتحف ديال التراث الامازيغي اللي اليوم تحول صباح تبناته المؤسسه الوطنيه للمتاحف اللي كيديرها الفنان نجيب قطبي. خداو البنايه ديال المتحف وتترجع المتحف ديال الفن المعاصر، الفن الحديث والمعاصر، وتكون فيه لا كوليكسيون ديال لي طابلو ديال المنطقه وديال الوطني وداك الشيء، وغادي يكون مفتوح للزوار وهذا. والمتاحف اساسيين لان الطالب خصو يشوف العمل الفني بحالاش مخدوم، بحالاش داير هذا، باش ياخذ هذيك الثقافه ديالك، ماشي تبقى تعاود ليه انت شي حوايج ما كايناش وما كيشوفهاش في الواقع. على الاقل يشوف لا بانتور، يشوف لوحه بحالاش كانت مخدومه، بحالاش الطريقه ديال الانجاز ديالها، هذاك الشيء. هذه من المتاحف هي اللي كتعطي هذاك التكوين الذاتي للطالب. عندنا المتحف، وعندنا المسرح الكبير في قاعه ديال المعارض، وعندنا وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه عندهم واحد المركب الديني والاداري والثقافي، غادي دير فونتي في القلب ديال فونتي، وفيه قاعه ديال المعارض ديال الخط العربي وديال اللوحات ديال الحروفيه وهذا، وهي دائما بحال ديال المسجد الحسن الثاني اللي في الدار البيضاء، نفس التجربه بالمرافق ديالو. وعندنا قاعات اخرى في المتاحف الثلاث اللي ذكرت، ديال ذاكره اكادير وديال تيميتار وديال التراث الامازيغي. داخل هذوك القاعات، داخل هذه المتاحف، فيهم قاعات ديال العرض، وكاينه لاكوبول، قبه ديال مارشي كرو اللي كان سابقا، لا تحول حتى هي لواحد المعلمه، فيها معهد ديال الموسيقى، وفيها صاله ديال العرض، ديال العرض التشكيلي. يعني هناك واحد المجموعه على الاقل، واحد تعود ديال القاعات ديال في المجمل، تعود ديال القاعات ديال العرض ديال الفن التشكيلي.
وهدير كثيرة على المدينة ديال أكادير وداك الشيء، لأن في الأصل حنا كانت عندنا واحد القاعة هي اللي كانت في المتحف ديال التراث الأمازيغي، الآن غادي يكونوا عندنا واحد 9 ديال القاعات، وغادي يسمح لنا حتى كذلك باش دير حتى تظاهرات كبرى تشكيلية دولية وهذا، لأن عندك قاعات كثير يكون واحد المسار ديال هاد القاعات يكونوا ديال الزوار. كيتطرح في ظل هاد المسائل الكبرى المهمة، شنو هي الأهمية ديال هاد الجانب الجمالي في المدينة؟ شنو غادي الربح، شنو هو الربح ديالنا منه؟ حنا الربح ديالنا هو هذاك التلاقح ديال الافكار بين المهندس والفنان. الان حنا في أكادير محظوظين كذلك بان عندنا مدرسه ديال المهندسين، المدرسه الوطنيه للمهندسين، المدرسه العليا للمهندسين، وكيشرفوا عليها اساتذه ديال الفنون التشكيليه هما اللي كيكونوا طلبه في الجانب الجمالي للطالب، وكيشرفوا عليها اساتذه كاين السي عبد القادر، عيشة دكوير، سي محمد السنوسي، يعني هادو اوتور، فيصل حميشان، هادو اوتور اللي كتاثر هادوك المهندسين ديال المستقبل في الجانب الجمالي، ما خصوش يغيب عند الارشيتكت وقت المكان ولا مثلا الهندسه مثلا مثلا لي زيسباس مثلا لي زيسباس فيغ اللي عندنا فضاءات خضراء ولا بنايه ولا خص دائما نستحضر فيها الجانب الجمالي. هذا التكامل هو اللي تخلقوا هذه المؤسسات العليا التعليميه العليا اللي عندنا ديال المهندسين وديال الفنون الجميله مستقبلا ان شاء الله.